يا ابن الحلال، يا كرسون اخضر، يا كرسون اخضر. لا 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 يا الربع المره مهبوله. لا تقول ذا كلام، ما ينفع هذا الكلام، خطير اللي انت قاعده تقولينه. نسيت اني بس مراقب اصحاب التويتر هنا. اسمعي، قاعد تنطقين اي اسم داعم ما تعلمين اسمه، لا تقولين اسمه. اذا انت تبيننا يعني بعدين وش ذا المحلوة؟ شفت الشعر؟ خليني أوريك الصوخة، شوف الشقار، شفتها؟ لا أهل الله، شفت الشقار؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يلا انا لله وانا اليه راجعون. استغفر الله، هذا ايش فيه؟ كاني بقعد معك يا مره. هذا استغفر الله، ايش فيه؟ جالس يفول علي. يا الله يا رب، يا الله يا رب، ثبت قلبي على دينك يا ربي، يا ربي. ان كان الوضع يقعد كذا، لا والله التوبه والنصوحه وبرادات طفل العمر وانتو. لا اله الا الله. هذا الصراحه ما فهمت ايش يقول، بس